اليوم تنعقد الندوة الولائية تحت عنوان أشارك من أجل الوطن. هذه الندوة التي تندرج ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكشافة الإسلامية الجزائرية بشراكة مع مختلف الفواعل المجتمعيين، وذلك للمساهمة في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل. تدخل هذه الندوة ضمن مساهمة الكشافة الإسلامية الجزائرية وفعالية المجتمع المدني في إنجاح الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، والأكيد بالنسبة لنا ككشافة الإسلامية الجزائرية هذه تدخل ضمن الغرس القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية. الجزائر على موعد ومحطة مهمة جدا، موعد انتخابي مهم جدا يتطلب تجنيد جميع فواعل المجتمع المدني، والكشافة الإسلامية كأحد أعمدة المجتمع المدني أكيد أن لها دور فعال وجد مهم في نشر الثقافة الانتخابية ورفع الحس المدني وتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة الكبيرة في هذه الاستحقاقات. نحن دورنا كمنظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية من أجل تحسيس وتوعية الشباب للمشاركة في الانتخابات وإجراء رد فعل لهذه الانتخابات بطبيعة الحال، نبدأ بأنفسنا في يعني الشباب الكشفي أولا والمجتمع المدني ثانيا لتحسيسهم وتوعيتهم بمدى فعالية وإلزامية المشاركة في الانتخابات.